التحليل العددي هو عبارة عن طرق. هذه الطرق أستخدمها لكي أسهل عمليات الحساب لكي نصل إلى نتيجة المراد الوصول إليها. فإحنا يعني راح ناخذ عدة طرق للتحليل العددي، اللي منها هي الطرق حل المعادلات الغير خطية، اللي هي عبارة عن طرق التصنيف الفترات اللي هي البايسكشن ميثود، وطريقة القاطع السيكاد ميثود، وطريقة نيوتن اللي هي نيوتن ميثود. يعني هذه الطرق الثلاثة اللي راح ناخذها، اللي هي البايسكشن والسيكاد والنيوتن إن شاء الله، يعني إذا لحقنا إن شاء الله يعني خلال هذا الكورس، هي هذه الثلاث طرق إن شاء الله راح ناخذها. هذه الثلاث طرق هي عبارة عن شنو؟ هي طرق لحل المعادلات الغير خطية. يعني شنو حل المعادلات الغير خطية؟ يعني هي عبارة عن معادلة بهالشكل، مثلا أكس تربيع زائد 2 تساوي مثلا 0، أو أف للأكس، هنا أف للأكس تساوي. يعني هنا إحنا هنا هاي معادلة، هذه هي عبارة عن معادلة، المعادلة هي معادلة غير خطية. إحنا هذه المعادلة إحنا يعني إحنا شو نريد؟ نريد قيمة إكس. يعني بهذه المعادلة إحنا نريد قيمة إكس، يعني هسه نريد إحنا نعرف إكس يعني مثلا إيش قد قيمتها. فباستخدام هذه الطرق اللي هي عبارة عن الطرق حل المعادلات الغير خطية، سوف نجد يعني مثلا هذه قيمتها، يعني الجذور، يعني هي المعادلات غير خطية. هذه الطرق ممكن نسميها هي طرق لإيجاد الجذور. يعني مثلا عندنا هاي اكس تربيع، ها احنا نريد نجد حل الجذر هذه المعادلة، او شنو، او نقول مثلا احنا شو نريد؟ نريد نعرف ايش قد قيمة اكس اللي صفر لنا المعادلة. يعني هاي المعادلة بهالشكل احنا هسه هاي نشوفها، ايش قد قيمة اكس راح نعوضها لكي تطلع لنا النتيجة هي صفر اف للاكس. ايش قد قيمة اكس اللي صفر لنا هذه المعادلة؟ مثلا قيمة اكس مثلا 2، فاذا عوضنا 2 ونربعها زائد 2، هنا أنا ما راح تصفر المعادلة. اذا اكس تربيع لازم هنا شنو عندنا؟ لازم هنا عندنا مثلا ناقص. يعني هنا مثلا المعادلة راح تكون بالشكل الآتي، اللي هو اكس تربيع ناقص هنا نضيف هنا ناقص اكس تربيع ناقص نقول 4. فإذا عوضنا هنا بمكان الاكس مثلا 2 نربعها اكس تربيع، يعني 2 تربيع تصير 4. اكس تربيع هي عبارة عن 4، ليش؟ لأنه عوضنا بمكان الاكس 2 ربعناها صارت 4، ناقص 4 راح تصير صفر المعادلة. بهذه احنا وجدنا حلها، يعني المعادلة قبل شوي كتبناها راح يحلها باستخدام معادلة معينة. يعني كل طريقة من هذه الطرق الثلاثة لها فد معادلة معينة يستخدمها لكي يحل لنا هذه المعادلة. يعني يحل لنا اياها، شو يسوي هنا يحل لنا اياها؟ من يعرف؟ يعني هسه هاي المعادلة يحل لنا اياها، يعني شو يسوي؟ نجد قيمة اكس، يعني يبسطها. عافية، نجد قيمة اكس. نرجع للمحاضرة، قلنا هي عدة طرق وكل طريقة بها معادلة راح تحل لنا هي هاي المعادلة اللي موجودة بالسؤال. زين، احنا هنا كمختبر يعني مثلا بالنظري انتم يعني ورقة وقلم وتحلون يعني بالورقة والقلم، مثلا تجي لكم فد معادلة معينة تحلوها بالورقة والقلم. احنا بما انه هو مختبر فراح يعني نطبق يعني هذه المعادلات نطبقها بالمختبر عن طريق برنامج.
يعني احنا عندنا برنامج ان شاء الله، هذا البرنامج راح نستخدمه على مود نجد النتيجة، يعني مو ورقة وقلم، يعني مو مثلا تقعد ورقة وقلم وتقعد تحل وتشي، لا بالبرنامج تكتب فد خوارزمية معينة، هذا الخوارزمية تطبقها بالبرنامج تطلع لك النتيجة. يا برنامج راح نستخدمه ان شاء الله، البرنامج اللي راح نستخدمه هو عبارة عن برنامج الماتلاب. شنو برنامج الماتلاب؟ برنامج الماتلاب هو عبارة عن برنامج يسمونه برنامج معمل المصفوفات، ماتريكس لابوراتوري. يعني هو هسه هذا الماتلاب، هذا كلمة الماتلاب، هسه نلاحظ هاي كلمة الماتلاب هي متقسمة من جزئين، من مات ولا. مات شنو يعني؟ مات يعني ماتريكس، يعني مصفوفة. شنو يعني لاب؟ يعني لابوراتوري، يعني معمل. يعني ماتلاب هو عبارة عن مختصر الجملة اللي هي عبارة عن ماتريكس لابوراتوري، اللي هو عبارة عن معمل المصفوفات. استخدمه مثل أداة الحاسبة، يعني مثلا هاي الأداة الحاسبة اللي نستخدمها احنا بشكل يعني مبسط، اللي مثلا نجمع بيها، نطرح بيها، نقسم. شنو يعني الماتلاب؟ اقدر اطبق فيه عمليات الجمع وعمليات الضرب وعمليات القسمه وتطلع عندي النتيجه، مثل الحاسبه. شلون ما الحاسبه نطبق بيها العمليات الحسابيه وتطلع عندي نتيجه، الماتلاب هم يطبق لنا، يطبق العمليات الحسابيه ويطلع عندي النتيجه. قلنا الماتلاب هو موجود على الديسكتوب، هذا الماتلاب موجود على الديسكتوب، يكون بهالشكل. تنقر عليه مرتين فقط، نقرتين راح ينفتح الماتلاب بهالشكل. هذه هي الواجهة الماتلاب. جاي شوفوها طلاب الواجهة، واجهة واضحة؟ ايوه واضحة. يعني هو مثل البرامج اللي اخذتوها تقريبا. الواجهة مالته بعد النيو سكريبت شو نسوي؟ مثلا نكتب فد معادله معينه، اكس تساوي واحد، اكس تساوي واحد. من الاديتور شلون راح ننفذ هذا اللي عاز اللي هسه احنا كتبناه؟ عن طريق ايقونه اللي هي مثل هالسهم، هي شكلها مثل هالسهم، ننقر عليها. بعدين نسمي الفايل، نسمي الفايل مثلا يعني مثلا نسمي الفايل فيرت. بعد هل هو سيف؟ بعد السيف يس سيف. هنا هذا التوباث راح يتنفذ. يعني هنا ايش راح نلاحظ؟ راح نلاحظ انه نفذ الفايل، يعني هو هسه هو نفذ للبرنامج. بعدها هنا الايقونه هاي ما راح نستخدمها، او ممكن تستخدمها لاجل الحفظ. يعني مثلا بعد ما كملت هذا تقون عليها مره، بعدها سيف، يعني هنا سيف وتحفظوه، سيف حفظ يحفظ لك اياه. الفيو يعني هنا الشكل. الآن سوف نأخذ كيفية جمع رقمين بالماتلاب، وكيفية إعطاء قيمة لمتغير معين، وكيفية طرح هذه المتغيرات وجمعها والقسمة. مثل ما قلنا الماتلاب بهالشكل، من هوم بعدها نيو سكريبت رح نفتح فايل جديد، أو من نيو نفتح فايل جديد أيضا، أو أوبن نفتح فايل قديم. بعدها نكتب هنا الإعاز اللي نريد أن نكتبه، ومن الإديتور رن اللي هي هذه شكلها مثل السهم، ننقر عليها، سوف يبدأ تنفيذ البرنامج. الآن احنا نريد نكتب بالكوماند ويندوز. هنا بالكوماند ويندوز احنا نريد نجمع رقمين، نكتب 2 + 3. الزائد منين نجيبها؟ هنا انا راح افتح لكم الكيبورد، نلاحظ هذا الكيبورد، الزائد من شيفت مع الزائد هنا يطلع لنا الزائد، اشارة الزائد. بعدها بعد ما كتبنا 2 + 3
انتر راح نلاحظ هنا الاجابه 5، يعني هنا المات لاب جمع لنا 2 زائد 3 طلعت لنا الاجابه هي عباره عن 5. كيفيه كتابه متغير معين بالمات لاب واعطائه قيمه، مثلا نكتب x تساوي 2 انتر، اذا هنا المات لاب اخذ لنا انه x هي عباره عن قيمتها 2، يعني x هو عباره عن رقم 2. y تساوي 3 انتر، يعني هنا اخذ لنا انه قيمه y هي عباره عن 3. كيفيه جمع متغيرين، نكتب x زائد y انتر، راح نشوف هنا جمع لنا قيمه x اللي هي عباره عن 2 زائد قيمه y اللي هي عباره عن 3، طلعت لنا النتيجه 5. بعد عمليه الجمع ناخذ عمليه الطرح، ايضا نكتب x ناقص y انتر راح ينقص لنا. بعد ما اخذنا عمليه الجمع وعمليه الطرح ناخذ قيمه ناخذ عمليه الضرب. كيف نجد عمليه الضرب؟ نكتب x الضرب ناخذه، لاحظوا طلاب شيفت 8، يعني ننقر شيفت مع ال 8 راح تطلع لنا عمليه الضرب. y انتر راح تطلع لنا هنا عمليه الضرب، يعني ضرب قيمه x اللي هي عباره عن 2 في قيمه y اللي هي عباره عن 3، طلعت لنا 6 اللي هي حاصل ضرب الرقمين. بعدها راح ناخذ القسمه، نكتب x قسمه هو هذا شكلها، هذا الخط المائل ننقر عليه. بعدها الواي نكتب انتر، راح يقسم لنا قيمه x على قيمه y. بعد ما اخذنا القسمه والجمع راح ناخذ الرفع للقوه، يعني مثلا اذا اريد نكتب x تربيع، شلون نكتب x تربيع؟ اول شيء نكتب x بعدها شيفت و 6، هذه هي عباره عن الهات يعني الرفع للقوه 2، يعني هنا صارت لنا x تربيع. اذا اريد x تكعيب ايضا نكتب x بعدها شيفت 6، هنا طلعت لنا الهات نكتب 3، يعني صارت x تكعيب. اذا اريد x مرفوع للقوه 4 نكتب بعد الهات 4، اذا اريد x مرفوع للقوه 5 نكتب بعد الهات رقم 5، اذا اريد مرفوع x للرقم 6 بعد الهات نكتب رقم 6، وهذا هو عباره عن الرفع للقوه. ما هي المصفوفة؟ المصفوفة يكون هالشكلها اللي هي عبارة عن مجموعة من الأرقام، مثلا هنا أي متكونة من السطر الأول موجود ب 3 2 1، السطر الثاني موجود ب 0 سالب 1 4، السطر الثالث 5 2 1. إذا هذه المصفوفة متكونة من ثلاثة أسطر، هذا السطر الأول، هذا السطر الثاني، هذا السطر الثالث، وثلاثة أعمدة، هذا العمود الأول وهذا العمود الثاني وهذا العمود الثالث. وإذا أريد مثلا نجمع مصفوفتين، مثلا هنا أنا مصفوفة A ومصفوفة B، ماذا نعمل؟ نأخذ الرقم الموجود بالسطر الأول هنا، أول رقم موجود بالسطر الأول نجمعه مع من؟ مع أول رقم موجود بالسطر الأول من المصفوفة الثانية. إذا نجمع 3 زائد 0 تطلع لنا النتيجة 3. إذا المصفوفة الجديدة بعد الجمع اللي هي عبارة عن C تساوي A زائد B، أول رقم موجود بها هو عبارة عن 3. بعدها راح نروح إلى الرقم الموجود بالعمود الثاني من المصفوفة الأولى اللي هي عبارة عن 2، نجمعها مع من؟ مع الرقم الموجود بالعمود الثاني من المصفوفة اللي هي عبارة عن B، نجمع 2 زائد سالب 4 تطلع لنا سالب 2. وهكذا انه نروح لمن؟ نروح الى الرقم اللي بعده اللي هو 1 زائد 2 تطلع لنا 3، وبعدها راح ننزل الى السطر الثاني 0 زائد 1 تطلع لنا 1، بعدها نروح الى سالب 1 زائد 1 هنا تطلع لنا 0، و4 زائد 5 تطلع لنا 9، وهكذا. إذا أريد نطرح نفس الشيء، نطرح الرقم الموجود بالسطر الأول العمود الأول اللي هو 3 ناقص الرقم الموجود بالسطر الأول العمود الأول بالمصفوفة الثانية، راح نقول 3 ناقص 0 تطلع لنا القيمة 3. بعدها نروح للرقم الثاني اللي هو 2 ناقص سالب 4 تطلع لنا القيمة هنا سالب 6. بعدها نروح إلى الرقم البعده 1 ناقص 2 تطلع لنا قيمة سالب 1، يعني ننقص هذا الرقم من هذا الرقم
وهذا الرقم من هذا الرقم وهذا الرقم من هذا الرقم. بعد ما نكملها نذهب إلى السطر الثاني ننقص هذا الرقم من هذا الرقم وهذا الرقم من هذا الرقم، وهكذا تطلع لنا النتيجة اللي هي عبارة عن D أي ناقص B، تطلع لنا هذه هي عبارة عن المصفوفة الجديدة. إذا نريد نكتب المصفوفة بالماتلاب رح نكتبها بهالشكل، نكتب المصفوفة بهالشكل. مثلا نقول A capital تساوي هنا نفتح المربع هذا، نقول 1 سبيس 2 سبيس 3. هنا كتبنا الأرقام الموجودة بالسطر الأول، بعدها نكتب فارزة منقوطة، بعدها راح نكتب الأرقام اللي بعده الفارزة المنقوطة اللي هي الأرقام الموجودة بالسطر الثاني، مثلا 4 سبيس 5 سبيس 6. هنا أنا بعدها نسد القوس انتر، راح نشوف المصفوفة بهالشكل 1 2 3 اللي هي موجودة بالسطر الأول، والأربعة الخمسة الستة موجودة بالسطر الثاني. إذا إحنا شلون نكتب المصفوفة؟ نكتب الأرقام بهنا الأرقام رقم الأول بعدها فراغ، أو ممكن نكتب بين الرقم الأول والرقم الثاني فارزة العادية وهكذا، وبين السطر الأول السطر الأول وبين السطر الثاني نضع فارزة منقوطة. هاي كتبنا A، نريد نكتب B، أيضا نكتب B تساوي هنا المربع، هذا المربع أين نجده؟ هنا نشوف الكيبورد هذا شكل المربع، يعني هنا إذا تريد من الكيبورد رح يكون هذا شكل المربع، ننقر عليه يطلع لنا شكل المربع اللي هو القوس المربع. راح نكتب هنا الأرقام الموجودة بالسطر الأول، مثلا الأرقام الموجودة هي 1 فارزة 2 فارزة 3، هذا السطر الأول كتبناه، بعدها فارزة منقوطة. راح ننتقل إلى السطر الثاني اللي هو متكون من 7 8 فارزة 9. نسد القوس، هنا كتبنا الأرقام بالسطر الأول، هذه هي عبارة عن 1 2 3، والأرقام موجودة بالسطر الثاني 7 8 9. انتر، راح تطلع لنا المصفوفة بهالشكل اللي هو هذا السطر الأول وهذا هو عبارة عن السطر الثاني. نريد نجمع المصفوفتين، نكتب C تساوي A زائد 2 A زائد B انتر. راح نلاحظ المصفوفة راح تكون بهالشكل. هذا المصفوفة منين اجتي؟ من جمع المصفوفة A مع المصفوفة B، يعني هنا جمعنا 2 من ال A، العفو هنا جمعنا 1 من ال A مع 1 من ال B، طلعت لنا النتيجة 2. جمعنا 2 من ال A مع 2 من ال B، طلعت لنا النتيجة 4 بال C. الطرح، كيفية نجد طرح مصفوفتين؟ أيضا نكتب F تساوي A ناقص B انتر. هاي طرحنا المصفوفتين. ملاحظة طلاب، الـ A capital بالماتلاب تختلف عن الـ A small، يعني إذا كتبت A capital راح تختلف عن A small. مثلا هنا إذا كتبنا F تساوي A small ناقص B capital انتر، راح نشوف هنا الماتلاب راح يبدأ يرتبك، راح يقول إنه هذا الأي سمول أنت ما انطيتها في قيمة معينة، فراح يطلع لنا هذه الكتابات اللي هو تكون باللون الأحمر. هنا هذه الكتابات باللون الأحمر يعني إنه أكو غلط بالمعادلة، وأين الغلط؟ الغلط إنه أي غير معرفة، يعني أي سمول هنا غير معرفة. ليش؟ إحنا قبل شوي كتبنا المصفوفة أي كابتل، عرفناها بأي كابتل. ملاحظة طلاب، في حالة إذا كتبت المعادلة F تساوي A ناقص B بعدها انتر راح تطلع لنا المصفوفة. في حالة لا، إذا كتبت F ناقص B بعدها فارزة منقوطة انتر راح ما تطلع لنا المعادلة، يعني هنا احنا جايين نقول للماتلاب احفظ لنا هذه المعادلة ولكن لا تطلع لنا النتيجة. زين، كيف نضرب المصفوفات؟ مثلا نقول R تساوي A capital. الضرب كيف نجد الضرب؟ من مثل ما قلنا قبل شوية shift مع رقم 8 راح يطلع لنا الضرب، shift مع رقم 8 راح يطلع لنا الضرب، بعدها ال B enter سوف تخرج لنا
المصفوفة. ولكن هنا ملاحظة، بما أنه هي مصفوفة فهنا قبل الضرب نكتب دوت، يعني قبل شوية محتاجة نكتب دوت قبل الضرب لأنه هي ليست مصفوفات. في حالة إذا كانت مصفوفة راح نكتب دوت قبل الضرب. انت تطلع لنا المصفوفة بهالشكل. ويوجد هناك إعاز معين اللي هو عبارة عن إعاز الأكبر، مثلا نقول F F أكبر F أكبر أكبر. أين نجد من أين نجد الأكبر؟ نرجع الأكبر من شفت وهذا الشكل الأكبر. إذا نرجع منين نجد الأكبر؟ شفت وهذا الشكل. بعد ما وضعنا الأكبر هنا F أكبر مثلا من F أكبر من F أكبر من مثلا نقول صفر، F أكبر من الصفر. أنت راح نلاحظ المعادلة راح تكون بهالشكل. يعني شنو F أكبر من الصفر؟ يعني أي قيمة أقل من الصفر نعطيها قيمة صفر. يعني هنا قبل شوي إحنا ال F شنو هي قيمتها؟ صفر صفر صفر، سالب ثلاثة سالب ثلاثة سالب ثلاثة. هاي سالب ثلاثة هي عبارة عن أقل من الصفر، بما أنه سالب ثلاثة أقل من الصفر فأنطاها قيمة صفر. يعني هنا راح نشوف هنا راح تكون المصفوفة كلها عبارة عن أصفار، يعني القيم الموجودة كانت في السطر الثاني كلها صفر. وتوجد أيضا ملاحظة في حالة أنه وضعت V تساوي أي أنه هنا قيمة V راح تأخذ نفس قيمة A، يعني هنا مساواة، يعني اثنيناتنا هذين الرموز راح يكون نفس القيمة. مثلا أريد نكتب معادلة هي F للأكس تساوي أكس تربيع زائد 2. هذه شلون راح نكتبها؟ راح نكتبها بالشكل الآتي، نكتب F نفتح قوس، منين القوس؟ القوس راح ناخذه من شيفت هذا القوس. إذا منين القوس نفتحه؟ شيفت هذا القوس. شلون نسد القوس؟ شيفت القوس الثاني. إذا هنا إحنا كتبنا F نفتح قوس للأكس نسد القوس تساوي أكس تربيع، يعني أكس بعدها التربيع. شلون نكتب التربيع؟ شلون نكتب الرفع للقوة؟ قلنا عن طريق الهات، يعني نكتب هنا راح ننقر شيفت بعدها رقم ستة، شيفت رقم ستة، يعني نظل دايسين على الشيفت وعلى الرقم ستة سوية راح تطلع لنا الرفع للقوة. الرفع للقوة احنا نريد لمن؟ اكس تربيع، يعني اكس مرفوعة للاثنين راح نكتب بعدها اثنين زائد اثنين. احنا ردنا المعادلة اكس تربيع زائد اثنين، هل هذه المعادلة صحيحة؟ لا مو صحيحة. ليش؟ لان هنا اكس مرفوع للقوة اثنين زائد اثنين راح تصير، ما راح تكون هنا اكس تربيع وانما راح تكون اكس مرفوع للاثنين زائد اثنين. شلون نفصلها؟ بالأقواس، يعني هنا راح نخلي أكس تربيع بين قوسين، يعني هنا راح تكون المعادلة أكس تربيع زائد اثنين اللي هي عبارة عن المعادلة. أنت راح نلاحظ هنا عوض بمكان قيمة أكس اللي هي عبارة عن رقم اثنين، يعني هنا وين ماكو أكس عوضنا رقم اثنين. شوفوا طلاب هنا صار لنا إشكال، يعني هنا يبدأ يحفظ القيمة اللي قبلها. فإحنا شلون نتخلص من الإشكال؟ مثل ما قلنا أول ما نبدأ البرنامج نكتب CLC فارزة clear all enter، حذفنا كل شيء. بعدها شلون نرجع للشيء اللي كتبناه قبلها؟ عن طريق السهم. هنا طلاب لاحظوا هنا هذا السهم اللي فوق ننقر عليه راح يرجع لنا للمعادلة اللي كتبناها قبل شوية. يعني هنا كتبنا اكس تساوي 2، بعدها كتبنا المعادلة هنا هذه الاكس تربيع تطلع لنا قيمة الاف للاكس هي عبارة عن 6. يعني ايش سوى؟ يعني هنا 2 ربعها صارت 4 زائد 2 طلعت لنا القيمة هي عبارة عن 6. وتوجد ايضا هنالك عدة دوال اللي هي عبارة عن الساين. ساين نكتبها بهالشكل، ساين نفتح قوس مثلا الاكس انتر تطلع لنا ساين الاكس. كوساين ايضا نكتب كوساين نفتح قوس اكس ايضا انتر تطلع لنا الكوساين. اللوج
يعني لوغاريتم ايضا نكتبها بهالشكل لوغ نفتح قوس اكس وانتر وهكذا. وبهذا نكون قد اكملنا المحاضرة وشكرا جزيلا.